تعال منشن تفاحة لونها بلوة. أول مرة بشوف تفاحة لونها أزرق بلوة. شويتها هبا. تعال منشن شو هالبلاك. تعال منشن الأفوكادي حبيب قلبي. أفوكادو مشعري. بس أفوكادو فروم مكسيكو عند المكسيك مات الافادو. افوكادو مشعرة عم تتصب الجزراية. هذا افوكادو حامل. اوه اخذ الواكس. شو بيعمل بالواكس؟ حط اصبعه لزق باصبعه. افوكادو غبية. اوه ماي جاد شو بيصير؟ هذا زوج الافوكادو عم تضحك علي. خرب بيتك ساعدي. اجت له فكرة. شكرا على المنشن. صاحب المنشن ارسل لي هالفيديو. شكله بيحب احد مشت شعراته. بشوفه راحة نفسية. مهما مشطت بيكون شعرك ملولوة. راحة مشطية لولوية. كتير بحب الملولوة حباي. قال منشن كيف اهلي بتوقع شكل غرفة الجديدة؟ غرفة احلامي. غرفة جديدة حلوة ساحرة عمره احلى من الغرف اللي عرضتيهن. اصلا غرفتك بتفوز. قال منشن صابونات لونها بينك بيفغصة بيطلع منها رغوية. شو هالصابونية البنكية اللي لما تعصرهم بيطلع رغوية؟ صابونة خطيرية ماجيكية بيفغصن حباي. أنا المنشن بتتذكروا صبورة الطبشور؟ أنا فكرتها انخربت لكن عم تحطها بقلاية وتحط عليها مادة ملمعية. عم تحطون تقليون 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 لمدة معينة. صار لونه واحد أبيض أو رمادة. عم ترش عليها رغوة وتكتر من الرغوة البياضية تحط لون ما بعرف عندنا به بنكي يمكن بيربولة بحبه. لما تخلط الطباشير مع الرغوة كأنه كايك حبيت سلايم. تعال منشن شو هيدا؟ ما بعرف لكن فم عم بياكل يبلع كل اجا. لا تاكلنا خلك بالبرستة. ليه الفراخ عندهم لونه احمري او اورنجة؟ في تشيزة بياكل خساية صحة حباي. قال منشن اوه انا حدية عم تضرب اشي معي بيطلع الوانية ذهبية حباي. شو خطيري الصوت. شكرا على المنشن بحب الغنية. خي عصام بار سبونج بوب. تاك سبونج بوب كيكة. شكرا على المنشن عم تسبق وتخديها ببنكي وجهها كامل ببنكي. بتحب البنكي كتير. شو بيصير مهرجة؟ شاري كذا حبيت. أنا المنشن عم تكبشي بلوية وتخلطون سانتا كلاس. سانتا كلاس حبيت تلطيسي بلوة. المنشن من هو هام تارو بتسلب ليلو هامستر كيوت بيحبو يدور في دولاب خفيف ابعد.